الشعب اليوم هذه كلمته. أحد فناني الثورة وشعرائها، هكذا عرف الشاب الفبرايري عبد الرحمن منتظر، حيث يمضي في العقد الثالث من العمر. إبان اندلاع ثورة الشباب السلمية في 11 من فبراير، لمع اسم عبد الرحمن كواحد من أبرز نجوم ساحة الحرية، حيث كان لصدى أغنيته إرحل وقع خاص في نفوس التائرين، ومثلت أول مقطوعة فنية صدحت ضد نظام المخلوع حينذاك. شرف عظيم أن تكون جزءا من الثورة، أن تكتب كلمات أول أغنية في ثورة 11 فبراير. سأتذكر دائما تلك السعادة العميقة التي كنت أشعر بها لحظة انتشار هذه الأغنية. بين حين وآخر تتكرر زيارة منتظر لساحة الحرية ليستلهم منها قيم النضال كما يتجول في أرجائها، ليستعد ذكريات الثورة السلمية التي أطاحت بأركان النظام. لعبد الرحمن رصيد وافر من الوصلات الفنية وكذا الساخرة التي تحاكي واقع اليمن المعاش في كل مراحلها، بدءا من أغاني الثورة ومرورا ببشريات التحالف ضد الانقلاب، وصولا إلى أغنيته الجديدة ملعانة، ملخصا فيها خذلان النخب السياسية والحكومة ومن خلفها التحالف العربي لليمن. يجب أن نرى الواقع كما هو وأن لا نعرض الوهم. نحن كثائرين خذلنا من الذين ثرنا معهم، لكن بإذن الله ستأتي ثورة تجرفهم جميعا. على خطى من سبقوه ومتمسك بأهداف ثورة فبراير، يواصل الفنان الشاب مسيرة حياته النضالية والفنية، فأهداف الثورة لابد أن تجد طريقها نحو النور، وما واقع اليمن الذي تعيشه الآن إلا محطة بمقدور اليمنيين تجاوزها، كما قال حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.